استشعاره عن بعد تحت سطح الأرض. باطن الأرض هو كل شيء تحت أقدامنا، حيث يكمن تاريخ الكوكب مدفوناً بمرور الزمن، وهو أيضاً ما يبقى مخفياً تحت سطح المحيطات المليئة بالأسرار التي لم يتم اكتشافها بعد. واليوم نعرف كيفية جمع المعلومات من تحت سطح المحيطات والأرض دون الغوص أو الحفر. لدى العديد من هذه الظواهر تحت السطحية أيضاً أنواعاً مختلفة من الأدلة على السطح، والتي يمكن توقعها وتفسيرها إذا تمكننا من الحصول على بيانات من تحت السطح. لا تستطيع أجهزة الاستشعار عن بعد بالأقمار الصناعية الرؤية بعيداً تحت طبقة سطح المحيط والأرض. توجد العديد من العمليات والميزات المهمة تحت سطح الأرض على أعماق كبيرة، لذا من المهم جداً أن نجد طريقة لدراستها، لأنها يمكن أن تعطينا معلومات مهمة لفهم عمليات الأرض محلياً وعالمياً. يعمل الاستشعار عن بعد على تحسين دراستنا للطبقات تحت السطحية، إنها طريقة غير مدمرة وسريعة، بينما يكون التنقيب جائراً وبطيئاً. يمكن أن يغطي مساحة كبيرة في وقت قصير، ويمكن تكراره عدة مرات، بينما لا يمكنك حفر نفس المكان مرتين. يمكننا أن ندرس تحت السطح باستخدام أجهزة الاستشعار عن بعد للعديد من الأسباب المهمة والمثيرة، مثل البحث عن النفط والغاز. منذ مئات الآلاف من السنين، عندما بدأت المواد العضوية تتحول إلى بترول، لم يكن أحد يعرف أنه سيكون لدينا معدات قادرة على تحديد موقعها حتى تحتنا. باستخدام الموجات الصوتية كما هو الحال في الرادار، يمكن اكتشاف الصدى الناتج عن الاختلافات بين السطوح المختلفة على السطح. اكتشاف الحضارات القديمة، البقايا الأثرية والمدن الضائعة وقاع النيل الجاف. أجهزة الاستشعار توفر لنا القدرة على قياس الخصائص الفيزيائية للأرض وتمييزها عن المكونات المدفونة في السجل الأثري. هذه التقنيات غير الغازية لها ميزة واضحة في الحفاظ على هذه الموارد الهامة وإدارتها. بينما يحمل رادار الفتحة الاصطناعية على منصة متحركة مثل طائرة أو مركبة فضائية، تبعث رادارات الاختراق الأرضي إشارة مايكروويف قوية فريدة من نوعها، وتجمع وتقيس انعكاسها من تحت السطح. اعتماداً على تردد الإشارة الذي نختاره، سيكون هناك انعكاس من مكون مختلف تحت السطح، مما يسمح لنا بالبحث عن مواد معينة. استكشاف الرواسب والطحالب في المياه النقية، تعد أجهزة الاستشعار البصرية أداة فعالة للبحث في أعالي المحيط على بعد حوالي 20 متراً من السطح، بما في ذلك تعريف الكلوروفيل A وتركيزات الكربون العضوي، وهذا مهم لتحديد أثر الأنشطة البشرية في المناطق الساحلية أو تبييض الشعاب المرجانية. يمكن للجميع استكشاف تحت سطح الأرض والبحث عن الأسرار والكنوز بأجهزة استشعار عن بعد رخيصة الثمن. تم إجراء العديد من الاكتشافات المهمة بشكل غير متوقع عن طريق الخطأ أثناء البحث عن تأثيرات أخرى، لذا ما عليك سوى تجربتها بنفسك ومعرفة ما تجده.